صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا فندم، صباح اسمح لي يعني انحني لك يعني اجلالا وتقديرا لعين حضرتك. لا لا والله يا استاذ عزت، صوره حضرتك دي وصلت بمصر لمناطق كتير قوي قوي، مش جوه مصر لكن بره مصر. انا فرحان والله يا فندم وسعيد بالصوره، يعني مش عاوز اقول لحضرتك انا هو المصور رؤيه في الاول وفي الاخر ومهاره وسرعه ودقه ولقطه والاعلام الرياضي والتصوير الرياضي صعب، كسر من الثانيه يا استاذ عزت. توفيق من المولى عز وجل يا فندم، توفيق من المولى عز وجل، الحمد لله. كواليس الصوره دي كانت ايه يا استاذ عزت؟ والله يا فندم كواليس الصوره دي الشاب الجميل ده اللي اسمه محمود، هو كان مع مجموعه متحدي الاعاقه اللي بيسمح لهم بالدخول في المباراه. هم من بدري فعلا، احنا داخلين حوالي الساعه 2 ونص الاستاد، هو من بدري حوالي الساعه 3 ونص 4 وصلوا وقعدوا جنب على شمال المقصوره. فالشاب ده كل ما بتبقى فيه اغنيه بيقوم يرقص ويعمل حركات كده جميله، فلفت انتباهي قوي، حسيت ان الولد ده يعني هيعمل حاجه النهارده. فالحمد لله رب العالمين بعد انتهاء المباراه، طبعا انت عارف حضرتك انا عندي 57 سنه فهو ربنا يديك الصحه يا استاذ. بس اللياقه اخبارها ايه طيب؟ لا اللياقه كويسه الحمد لله الحمد لله. لا ما هو اللياقه بنكتسبها من شغل الملاعب يا فندم. الحمد لله رب العالمين، يعني فورمه المباريات موجوده الحمد لله. الحمد لله يا باشا، الحمد لله رب العالمين. وقفت فوق البنش لقيت طبعا اللعيبه كلها بتجري على نص الملعب وبتاع، وهو دخل بكل الاصرار وعزيمه على النجيله، عدى التراك ودخل على النجيله، وبعد كده راح عامل الحركه اللي هو عملها دي مره. المره الثانيه انا توقعت ان هو هيعملها ثاني، فرحت واقف مظبط الكاميرا بتاعتي اللي عدت الزوم ورحت واخد له ثلاث لقطات ورا بعض، وهو باصرار وتحدي بعزيمه وفرحه شديده منه. وانا يعني بعتبرها بالنسبه لي لقطه مميزه وفريده، يعني انا بحاول دايما ان انا في كل شغلي في كل ماتش ان انا اطلع بلقطه فريده او لقطه مميزه، والحمد لله رب العالمين وفقني ربنا فيها. هل يا استاذ عزت دي اللقطه الاشهر في تاريخ حضرتك الفوتوغرافي ولا في حاجات تانية برضو قد تكون مميزه؟ لا حضرتك دي طبعا في 30 6000 صور كتير كانت منشوره وكده، لكن اللقطه دي انا بعتبرها يعني اقول لحضرتك ايه، انا سميتها فرحه. الصوره دي اسمها فرحه. انا سميتها فرحه، فرحه كل واحد قاعد في الاستاد، فرحه كل شاب ما شافش عنده 28 سنه ما يعني ما حضرش ما شافش كاس العالم 90. انا بقى لي 8، بص رقم 28 ده له حاجه غريبه معايا في الموضوع ده. انا بقى لي 28 سنه الحمد لله في جريده الجمهوريه وحصلت على نائب رئيس تحرير. الشاب ده عنده 28 سنه، الدوره من سنه 90 لغايه 2017 ادي 28 سنه 29 سنه. ده الوصول ليها، فرقم 28 بقى مميز جدا بالنسبه لي، ذكرى لا تنسى. وكمان السوشيال ميديا روج الصوره دي بشكل كبير قوي يا استاذ عزت، ان الصوره تاخد هذا الكم من المساحه، فالحمد لله رب العالمين توفيق من الله. تسلم ايديك يا استاذ عزت، لازم كنا نشكرك ونقول ان الصوره دي يا جماعه تصوير الاستاذ عزت السمري نائب رئيس تحرير الجمهوريه والمصور الصحفي، عشان ندي لكل دي حق حقه. هي الصوره منتشره جدا على السوشيال ميديا، بس البطل اللي صور الصوره دي باضافه بقى للبطل اللي اتصور كمان هو الاستاذ عزت السمري نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه.